اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده نقدر نقول ان هي اقتصاديه موفره ولكن قيمه غذائيه عاليه جدا، تعلو قمه الهرم في الفائده والقيمه الغذائيه لكل المحتويات اللي بنعملها. العدس الاسمر ابو جبه، انتوا عارفين سموها ابو جبه ليه؟ لانه عليه الكفر بتاعه مخليه اسود، وانا ما بطلقش عليه الاسود ده مش حلو، انا بسميه العدس الاسمر. والسمار جمال. العدس ابو جبه ده هنعمله النهارده بصاره. اخواننا الشوام السوريين واللبنانيين عندهم اكله مشهوره جدا في الريف اسمها المدردره، غير المجدره. الاثنين ولاد عم ونفس المكونات. المجدره اللي هي رز وعدس، نفس العدس ده بينطبخوا مع بعض زي الكشري بتاعنا الاسكندراني. اما المدردره عدس بيتضرب في الخلاط بعد ما يستوي وياخد التومه والبصله زي البصاره بتاعتنا ابو فول مدشوش. فهنعملها النهارده بطريقه بسيطه وسهله، والطبق ده فيه قيمه غذائيه عاليه جدا ومحتوى غذائي عاليه جدا بيناسب كبار السن والاطفال وكل الاعمار. معانا بعض الاطفال ممكن يعترضوا على العدس، يقول لك انا مش بناكل العدس. هنعمل لهم النهارده طبق كفته جامد جدا، نجمع ما بين المكرونه والدجاج اللي متعودين عليه في طبق واحد اسمها كفته الدجاج بالمكرونه، حاجه لطيفه وجميله كده، مدرسه كفته اللحمه بالرز اللي احنا عارفينها اللحمه الجملي. هنشوف نعملها ازاي، فيها خبره طهويه كده مع بدايه اسبوع السعاده والهنا لكل الساده المشاهدين. الحلو بتاعنا النهارده بقى حاجه لطيفه جميله، العالم بيحسدنا على حاجه مش موجوده بره، القرع العسلي اليقطين، قيمه غذائيه عاليه جدا. عندنا على الطريق الزراعي والطريق الصحراوي واحنا مسافرين رايحين بلادنا نقضي الاجازه معاهم، بنلاقيه بثلاثه تعريفه كده ومحدش بيسال فيه. تعالوا خدوه على البيت، نعمله صينيه قرع عسل، نعمله مهلبيه، نعمله شوربه، زي ايس كريم، زي ما انتم عايزين. هعمل النهارده مهلبيه القرع العسل على طريقتي بجوز الهند، هتعجبكم. ونصيحه مني، قلل السكر في القرع العسل لان هو غني بالسكريات، فكل ما تقلل السكر من الحلويات كل ما كانت امنه ولطيفه. مش عايز اطول على حضراتكم لان في معلومه غير معلومه، افكار طهويه بسيطه وسهله ولكن بقيمه ماليه قليله جدا. تعالوا مع بعض نعمل شويه مهلبيه كده واحنا شغالين مع بعض. المهلبيه دي معموله بالقرع العسل اللي هو اليقطين، قيمته الغذائيه عاليه جدا. استخدامنا له بنجهله. انا شخصيا عرفت الكلام ده منين؟ لما بروح عند الراجل الفكهاني عندي في المنطقه اللي انا ساكن فيها، بلاقي القرع العسل حاطه على الرف فوق ناشف. اقول له ناشف ليه يا حاج؟ يقول لي ما حدش بيشتريها شيف مغازي. ما تقول لي الناس بتعمل ازاي؟ قلت له والله ده انا صوتي اتنبح، وهي نفس القرعايه الطويله ومش عارف ودني مقلوبه، هي معلمها عشان حد ياخده. لا، فتعالوا نستخدمه مع بعض. قرع عسلي معانا، واحده سليمه ومعانا مقطع جاهز ومعانا حليب ومعانا نشا ومعانا سكر ومعانا جوز الهند، شويه فانيليا. الطعم بين ايدك انت، عايز ياخد حبان حط قرفه ماشي، حط درسين ماشي، زي ما احنا عايزين. والحليب بيغلى على النار، والقرع العسل اللي معانا هو زي الفل. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، هناخده كده. طبعا ده مسلوق مسبقا، خلي بالكم ما عندناش اي مشكله. على النار الشديده دي كده في قلب الحليب، هنكسره بس شويه مش هنطحنه ناعم يعني عشان يبان شخصيته في قلب الحليب. حاجه لطيفه حلوه، هنحط له شويه نشا دلوقتي. واستخدم السكريات بتاعته، ومن الاخطاء الشائعه ان احنا نسلق قرع عسلي او بطاطا او بطاطس ونرمي ميتها. القرع العسلي ده مسلوق في ميه، اهيت الميه دي هستفيد بيها، الميه بتاعت سلق القرع العسلي لانها فيها سكريات، والسكريات بتاعت القرع العسلي دي مش هتلاقيها في اي منتج، حاجة طبيعية كده وحاجة لطيفة وكلها قيمة غذائية عالية جدا. اهو حلو، واعمليه لاولادك حلو في البيت، رياضيين ياكلوا منه، كبار السن ياكلوا منه، الاطفال ياكلوا منه. بنفس الطريقة دي بتحتفظي بيه، تعمليه ايس كريم ينطحن ويبقى بوريه، تحطيه مع كريم شانتيه وبقى ايس كريم عندك في التلاجة، تعمليه شوربة اليقطين تبقى لطيفة وحلوة، فكرة حلوة برضو. تشويه في الفرن وتضربيه في الخلاط مع بصلايه مع شويه ثوم وياخد كريمه لباني زي ناخد الميه الحلوه دي كده. تمام زي الفل، ونقلب الخليط ده كده. تمام، ايه الاخبار؟ الله، هو ده. مهلبيه القرع العسلي. انا مش عايز اضربه بصراحه في قلب الخلاط
قصدي اضربه في قلب الحليب، بس ممكن نهرسه كده سريعا يعني مع بعض تكسير يعني. نحط شويه فانيليا، نحط فانيليا. الاولاد بيحبوه مسكر شويه، نحط شويه سكر زي الفل. خلي بالك المعلقه اللي تقلبي بيها ما تكونش فيها لا بصل ولا ثوم، خاصه لو بتعملي حاجات فيها حليب يعني زي اللي معايا ده كده. نسيبه على النار زي الفل. ايه الاخبار؟ طيب ماشي، مش ممكن، مش لازم. طب جيبوا لي الهاند بلندر يا شباب. حاضر يا فندم اهو. طيب انا بس عايز ايه اكسره شويه، ونحط جوز الهند بتاعتنا، شويه جوز الهند كمان معاه. اللهم صل على النبي. الحاجات ديت مطلوبه تعمليها من وقت للتاني يعني، مش لازم كل يوم. والاولاد لو عجبهم الشغل ده ايه المشكله، مرتين في الاسبوع يعني. جربي مع اولادك، جربي مع اولادك. شويه جوز الهند كمان. انا دايما احب ادوب جوز الهند مع ام علي، بس يعني ما احطهاش تبقى كده، لا مش عايز احس بيها تحت اسناني. المكسرات نفس القصه، تعملوا ام علي حط المكسرات تدوب تبقى لطيفه وحلوه. نعمل حاجه لطيفه حلوه دلوقتي. المهلبيه دي طبعا هنغرفها كده لحضراتكم سريعا، ولكن نروق الكاونتر بتاعنا ده كده. ممكن نقدمها مع جوز الهند، نقدمها مع شويه قرفه ناعمين حسب الرغبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي عندك شويه نشا بقى حلوين زي دول كده. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هندوب النشا ده في شويه حليب عشان تديني قوام، بس ادي الفكره كلها، انا عايز قوام. يا نعم. انا حطيت شويه فانيليا، بحطها مع الحليب عادي اهو. ايوه، بس النشا هنا دوره القوام، ولكن القرع العسلي لو انضرب في الخلاط بيديني قوام لوحده زي البطاطس البوري كده. احنا بنضرب البطاطس البوري بنحط لها حاجه هي بتدي قوام لوحديها زي الفل. نسقطه كده. تمام، خلص الكلام. لازم انك تتصرفي. الطبق ده للامانه انا شخصيا بحبه، وخاصه لو غرفتيه كده وحطيت عليه عسل نحل، فطار الصبح يبقى لطيف وحلو مع شريحه من التوست، تبقى حاجه حلوه. طبعا تحطها في التلاجة بقى تمسك نفسها، تبقى لطيفه حلوه. تبقى لطيف بالشوكه اهو. تمام. زي الفل. وعلى فكره انك تحافظي على شكل الفواكه زي قرع عسلي او بطاطا حلوه، بتعملي تفاح بالشكل بتاعه ده كده، انت شخصيته قدامك، بس لازم طبعا يكون ايه مسلوق ومهروس بالشكل ده كده، علشان كمان نبقى مستطعمين القرع العسلي جوه الزحمه بتاعه الفانيليا، زحمه الحليب، زحمه جوز الهند. شايف القوام بتاعه بدا كل ما تغلي كل ما تديك القوام. زي الفل. القوام، عايز تبص على القوام؟ حاضر معايا مخرج. بص عايز اقول لكم اهو، شفت القوام؟ بص كل لو سبتنا على النار على شويه هتلاقي القوام. بص عليها حبيبي حبيبي وحبيب والديك. زي الفل. تمام. حلقتنا النهارده للامانه بساطه، سهوله، مرونه. الهدف منها زي ما اتعودنا دايما من الشيف المغازي بيبقى وراه رساله من كل حاجه بيعملها، انك لما تخش المطبخ حط قدامك كده الاساسيات للقيمه الغذائيه للطبق اللي بتعمليه. انا عملت النهارده طبق بصاره، لو جينا نعمل عمليه حصر للعناصر الغذائيه اللي موجوده فيه، البصل والعدس بتاعنا ابو جبه الجميل الحلو ده كده اللي احنا محددين اقامته مع طبق كشري النهارده، وسعنا الصوره وعملناه طبق بصاره لطيف وحلو، سلطه خضراء على السفره بتاعتنا، العيش بتاعنا الحلو من الطابونه اللي على الناصيه، الكفته الحلوه اللي انا برضو سبتها مفتوحه، قدمي معاها مايونيز، قدمي معاها كاتشب، صوص طماطم حسب الرغبه، تعملي معاها وايت صوص وتدخليها الفرن تاني تبقى لطيفه. ابدعي بقى، انت بتعملي لاولادك. شوف المغازي بيوصل الرساله وانت تبداي تطوريها زي ما انت عايزه. رؤيه
فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.